صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الأمور التي تعين المؤمن على الثبات على طاعة الله عز وجل وذكره؟ الدعاء، بأن يقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عن رفقة السوء، يبتعد عن الأمكنة التي فيها معاصي فيها سوء، يبتعد عن النظر في الفضائيات المنحطة السافلة، يبعد عن هذه الأشياء. إذا كان يريد سلامة دينه وسلامة عرضه يبتعد عن هذه الأشياء، ويلازم مجالس الذكر، ويجلس مع الصالحين، ويبتعد عن مواطن الشر. نعم.